انتهاء فترة التسجيل للانتخابات غدا دون تمديد، وتوقعات بتحديد موعد الانتخابات هذا الأسبوع. الأردن يحقق الاكتفاء الذاتي في الزيتون وأربع سلع رئيسية أخرى. وعشر وفيات بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية. السابعة والنصف في قناة رؤيا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. لا تمديد على فترة التسجيل للانتخابات النيابية التي ستنتهي يوم غد الاثنين، وذلك بحسب ما أكدته الهيئة المستقلة للانتخابات. وفي الأثناء تتواصل عمليات التسجيل في مختلف مناطق المملكة، فيما يتوقع أن تعلن الهيئة المستقلة عن موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع، وبعد التمديد الأخير على فترة التسجيل والذي استمر لنحو أسبوعين، فإن القانون ينص على إجراء الانتخابات خلال 85 يوما من انتهاء فترة التسجيل. وتتابعون الليلة في برنامج نبض البلد في تمام 8:30 لقاء خاصا مع الدكتور فايز الطراونة رئيس الوزراء السابق في حديث عن أبرز الانتقادات التي وجهت لحكومته. 691 احتجاجا عماليا شهدتها المملكة خلال 9 شهور الأولى من العام الحالي، بارتفاع مقداره نحو 13% عن ذات الفترة من العام الماضي. جاء ذلك في بيانات أعلنها المرصد العمالي قبل أيام، وبين فيها أن غالبية الاحتجاجات تركزت في القطاع العام وبنسبة 47%، فيما شهد القطاع الخاص احتجاجات بنسبة 45%. البيانات كشفت عن نحو 50 احتجاجا نفذها المتعطلون عن العمل في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت الدراسة التي أعدها المرصد أن غالبية الاحتجاجات نفذتها مجموعات ليس لها نقابات عمالية أو محرومة من حق التنظيم النقابي وفقا للقوانين المعمول بها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا على الهاتف أحمد عوض مدير المرصد العمالي. أستاذ محمود الحياري، أهلا بك. أهلا وسهلا، يا مرحبا أستاذ محمود. بداية، هذا الارتفاع في عدد الاحتجاجات مقارنة في العام الماضي على ماذا يدل؟ حقيقة يدل هذا الارتفاع بحجم الاحتجاجات للحركة العمالية الأردنية على تردي مستويات المعيشة للطبقة العاملة في ظل غياب مفهوم الأجر العادل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى في ظل ضعف القانون العمل الأردني لعجزه عن تأمين الحماية القانونية للطبقة العاملة، وأيضا العامل الثالث ضعف النقابات العمالية وحرمان العاملين بالقطاع العام في الأردن من حق التنظيم النقابي المناقض للعهدين الدوليين وحق للطبقة العاملة بالتنظيم النقابي. نعم أستاذ محمود، برزت في هذا التقرير تحديدا احتجاجات نفذها المتعطلون عن العمل ولأول مرة، على ماذا تدل هذه الظاهرة الجديدة؟ بسبب ارتفاع نسبة البطالة بالأردن حقيقة، وأيضا احتياجات الناس وارتفاعات القياسية لأسعار سلة المستهلك وغياب استراتيجية وطنية حقيقية قادرة على تلبية احتياجات القوى القادرة على الدخول إلى سوق العمل في ظل غياب تنظيم سوق العمل أيضا، وهناك قصور واضح من خلال وزارة العمل بعدم قدرتها على أردنة سوق العمل في عدد من القطاعات التي باتت جاهزة لاستقبال القوى العاملية الأردنية التي كان يعاب عليها فيما مضى بأنه يسود في مجتمعاتنا ثقافة العيب، وأثبت الأردنيين أنهم جاهزون للتشمير على سواعدهم والدخول سوق العمل في ظل وجود الأجر العادل والتأمين الصحي والضمانات الحقيقية لديمومة العمل واستمراريته. هناك عدد من القطاعات أثبت الشباب الأردني أنهم جاهزون لدخولها مثل قطاع المحروقات
وهذا القطاع الذي بدأت تتنافس عليه الشركات بات واضح بأن الشباب الأردني جاهزون للعمل في هذا القطاع. أيضا القطاع المهني السياحي الشباب الأردنيون جاهزون للعمل في هذا القطاع. تم قطاع السياحة، تمت قطاعات عديدة، شباب الوطن جاهزون للعمل في هذه القطاعات. لكن حقيقة في ظل غياب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل باتت مجموعات اجتماعية في طور النشوء الآن تعبر عن نفسها وتعبر عن احتياجاتها من خلال تنظيم عدد من الاحتجاجات للمطالبة بإيجاد فرص عمل والعمل اللائق. نعم السيد محمود الحياري الناشط والخبير العمالي، شكرا جزيلا لك. وفي احتجاج نادر من نوعه اعتصم عدد من طلبة كلية الحقوق في جامعة اليرموك احتجاجا على عدم وجود مبنى مستقل لكليتهم. الطلاب أكدوا أن إدارة الجامعة تستخدم القاعات المخصصة لطلبة الحقوق لصالح طلبة الهندسة منذ عدة أعوام، وأنها وعدتهم بتخصيص مبنى لهم إلا أنها لم تنفذ ذلك. مشكلتنا هون بنعاني منها يمكن من 2005، انه في وعود انه نزلت ميزانيه كليه القانون لبناء كليه قانون او مبنى كليه قانون. من 2005 الى حد الان لم نرى اي نتاج لهذه الوعود اللي كثير بوعدنا فيها رئيس الجامعه وكثير من الاداريين داخل حرم الجامعه. مشكلتنا اللي احنا بنعاني منها انه احنا اصلا من اول كليه القانون عباره عن مستاجرين كليه الحجاوي، هنا ما عندنا كليه، خصصونا جهه معينه من كليه الحجاوي، حتى انه احنا مارسوا الدكاتره الاداريين فقط داخل الكليه. من اول كان موجود بالكليه عباره عن 5 قاعات فقط، هذه 5 قاعات كانت تغطي 500 أو 900 طالب من كليه القانون، يعني باخذوا فيها محاضرات بهاي القاعات. بهدف تضافر الجهود الإقليمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية في البلدان العربية، عقد اليوم في عمان الملتقى العربي لمكافحة الجوع بمشاركة 12 دولة. الأميرة بسمة بن طلال رئيسة هيئة التحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية أكدت خلال رعايتها للمؤتمر أن الجهود المبذولة في هذا المجال ما زالت متعثرة ولم تتمكن من تحقيق الهدف المنشود، خاصة وأن صغار المزارعين في مختلف مناطق العالم الذي يؤمنون للبشرية ما تحتاجه من غذاء يشكلون نصف عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء لا سيما في الدول النامية. ويأتي انعقاد الملتقى في الوقت الذي تعاني فيه البلدان العربية من ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلب في إنتاجها. ويعد الأردن من الدول السباقة في الشرق الأوسط في إنشاء وتطوير تحالف وطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية، حيث تم تأسيس هذا التحالف عام 2004 وذلك بعد عام على تأسيس التحالف الدولي. بالرغم من أن أهداف الأمم المتحدة الألفية نصت على تخفيض الجوع وسوء التغذية إلى النصف بحلول العام 2015، إلا أن الجهود المبذولة في هذا المجال لا تزال متعثرة وتشير إلى عدم التمكن من تحقيق هذا الهدف. فمن المؤلم مثلاً أن نعلم أن صغار المزارعين في مختلف مناطق العالم الذين يؤمنون للبشرية ما تحتاجه من غذاء يشكلون نصف عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء وبخاصة في الدول النامية. وبالتزامن مع هذا الملتقى أعلن الأردن أنه حقق الاكتفاء الذاتي في 5 سلع غذائية رئيسية، هي الزيتون وزيت الزيتون والبندورة والحليب الطازج وبيض المائدة. الإعلان جاء خلال نشرة الميزانية الغذائية لعام 2011 التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة. وأشارت البيانات إلى نقص في الحبوب خاصة القمح التي لا يكفي الإنتاج المحلي منها الاحتياجات الاستهلاكية. وبيّنت النتائج أنه في العام الماضي هيمنت المنتجات النباتية على نمط الاستهلاك الغذائي للمواطن الأردني، حيث شكلت هذه المنتجات مصدراً لحوالي 88% من النصيب اليومي للفرد من السعرات الحرارية الكلية. وارتفع النصيب اليومي للمواطن الأردني من السعرات الحرارية بما نسبته 29% مقارنة بعام 2010.
توفي صباح اليوم 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون بكسور وجروح إثر حادث تصادم بين مركبتين في منطقة المؤجر. إحصائية إدارة السير المركزية لعدد الحوادث يوم أمس سجلت وقوع 366 حادثا في جميع محافظات المملكة، نتجت عنها 350 إصابة تراوحت بين البسيطة والبالغة. أهلا بكم من جديد. جدد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك اقتراحه بانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من الضفة الغربية، وعرض مجموعة من الأفكار والسيناريوهات التي تشكل برنامجا مشتركا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وربما يخوضان على أساسه معركة الانتخابات الإسرائيلية مطلع العام المقبل. وتشتمل خطة باراك على تفاصيل للانفصال عن الضفة الغربية، وهي الأفكار ذاتها التي طرحت سابقا في ظل الجمود الذي يكتنف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. إلى ذلك بدأت ردود الفعل الفلسطينية على خطة إيهود باراك تتوالى. كاميرا رؤيا تحدثت إلى عدد من القيادات الفلسطينية حول هذا الشأن. وفي حال كانت هناك يعيش بين نهر الأردن والبحر المتوسط قرابة 11 مليون شخص، نحو 55% منهم إسرائيليون و45% منهم فلسطينيون. وفي حال كانت هناك سلطة واحدة من النهر إلى البحر فإنها ستكون حتما سلطة لدولة غير يهودية وغير ديمقراطية، وإذا سمح للفلسطينيين بالمشاركة في انتخابات الكنيست فإننا سنتحول حتما إلى دولة ثنائية القومية ولن نسمح بحدوث ذلك بأي شكل من الأشكال. إذن هذا ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك كذريعة لإقناع الرأي العام بالخطة الأحادية التي دعا إلى تنفيذها. وزير الدفاع الإسرائيلي يرى أن مصلحة الدولة تقتضي اتخاذ قرار جريء بشأن الضفة حتى لو كان في ظل غياب شريك فلسطيني يرونه غير موجود. خطة باراك يعتبرها الساسة الإسرائيليون مصلحة عليا تعمل على تحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين من أجل تحقيق حل دولتين لشعبين، وإن كانت عن طريق خطوات إسرائيلية أحادية الجانب على غرار ما حدث في قطاع غزة عام 2005 والذي نفذه رئيس وزرائها أنذاك أرائيل شارون. وفقا للخطة الأحادية فإن كتل المستوطنات معالي أدوميم وغوش عتسيون وأرائيل ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، بالإضافة إلى المنشآت العسكرية الاستراتيجية مع الاحتفاظ بالشريط الأمني على طول نهر الأردن لأطول فترة ممكنة، مما يعني بقاء نحو 320 ألف مستوطن على أراضي الضفة الغربية. في المقابل يرى محللون أن انفصال إسرائيل عن الضفة سيؤدي إلى انهيار اتفاق أوسلو دون بديل بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن الحدود، القدس والمستوطنات والأمن والمياه وغيرها والقضاء على حق العودة وطي قرار الأمم المتحدة 194 وقرار مجلس الأمن 242، وبالتالي بقاء الفلسطينيين دون دولة مستقلة على أي جزء من أراضيهم، حيث لا يبقى للفلسطينيين أي شيء للتفاوض بشأنه. جزء من حملة انتخابية إسرائيلية لا تعني شيء بالنسبة للشعب الفلسطيني. إسرائيل يجب أن تنسحب من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها شرق القدس. سلوك باراك هو سلوك الغطرسي واستخدام قوة القوة لفرض حقائق على أراضي فلسطينية عربية محتلة وفق القانون الدولي. وباراك عمليا هو ليست بصانع قرار في موضوع مصيري واستراتيجي له علاقة بالانفصال أو له علاقة بالانسحاب. أعتقد بأنه الفك الارتباط الأحادي الجانب لا يمكن أن يحقق لا استقرار إقليمي ولا سلم عالمي. لن نستأنف مفاوضات بدون وجود مرجعية واضحة للمفاوضات.
مرة ثانية أنا بعتقد بأنه هذا بالون انتخابي إسرائيلي مرتبط بالأوضاع الداخلية أكثر مما أنه مرتبط بالمنظومة وعناصر الصراع العربي الإسرائيلي. يرسم الأمور وفقا لمصلحة إسرائيل. مصلحة إسرائيل الآن هي إبقاء الانقسام، وهي استمرار في الاستيطان في الضفة الغربية. إذا تلحظ في الخطة لم يأتي على ذكر اللاجئين ولم يأتي على ذكر القدس، لأنه اعتبر الأمر منتهي بالنسبة له، وإنما أتى على ذكر أن بعض بناء المستوطنات ونقل الناس من بعض المستوطنات إلى مستوطنات أكبر، ونقل بعض الآخر إلى إمكانية النقل لل 48 لمناطق معينة في 48. وهذا كل الأمر هذا هو محاولة لتسويق إسرائيل سياسيا في الخارج لا أكثر في هذا. توفي لاجئ سوري متأثرا بجراحه، وأصيب أكثر من 24 آخرين، اثنان منهم بجروح بالغة أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية إلى المملكة. فقد أطلقت القوات السورية الرصاصة على حوالي 400 لاجئ أثناء محاولتهم الفرار الليلة الماضية. ويأتي تكثيف العمليات العسكرية السورية في المنطقة الحدودية في إطار حملة مستمرة منذ شهر لوقف تدفق اللاجئين إلى الأردن وفقا لما قاله مسؤولون. وعلى الرغم من تراجع عدد اللاجئين السوريين القادمين إلى المملكة في الفترة الماضية، إلا أن أعدادهم عادت للارتفاع في الآونة الأخيرة. وفي سوريا، أفاد المركز الإعلامي السوري بأن عشرات الأشخاص قتلوا اليوم على أيدي قوات الأمن السورية في حي القدم بدمشق، وأن معظمهم أعدموا ميدانيا. من جهة ثانية، قال ناشطون سوريون إن انفجارين وقعا في منطقة الفيلات في حي المزة غربية دمشق، أحدهما استهدف تجمعا لما أسموه الشبيحة. بدوره ذكر التلفزيون السوري أن سيارة مفخخة انفجرت فجر اليوم على طريق المزة الرئيسي، وأن الأضرار اقتصرت على الماديات دون وقوع ضحايا. أصبح بين أيديهم بقصف الطيران الحربي والدبابات والمدفعيات. وفي إدلب، شن أفراد من الجيش الحر هجوما جديدا على معسكر وادي الضيف القريب من مدينة معرة النعمان التي يسيطرون عليها، حسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيشين النظامي والحر في محيط المعسكر. انتجتها حملة توعوية من أضرار التدخين تشمل الجامعات الأردنية والمدارس، أطلقتها اليوم جامعة الشرق الأوسط. الحملة التي تستمر 4 أيام توظف طاقات الشباب لتوعية زملائهم المدخنين وتعريفهم بأضرار التدخين ومخاطره على الفرد والأسرة والمجتمع. وتعتبر جامعة الشرق الأوسط الأولى التي تحتضن هذه الحملة، لتنطلق الحملة بعد ذلك في 10 جامعات تتنافس فيما بينها لتحصر أكبر عدد من المقلعين عن التدخين. طبعا احنا تيمنا بتكون من 35 شخص، كان منهم نص التيم كانوا مدخنين، شباب كلهم كانوا مدخنين، والحمد لله تركوا التدخين بفضل الحملة. وجدنا أنه المشكلة المشتركة بين جميع الجامعات هذول والمدارس هي مشكلة التدخين داخل الحرم الجامعي. انطلاقا من هذا المبدأ وانطلاقا بأهداف الجمعية اللي هي جمعية مجددون التنموية، قمنا باختيار هاي الحملة لتوعية وتثقيف الشباب الواعي الجامعي الأردني. في مادبا زارت كاميرا رؤية السوق الشعبية المسقوف الذي هيأته البلدية للتجار، فوجدته مهجورة. التجار هجروا السوق واستعاضوا عنه بالرصيف ليضعوا بسطاتهم عليه، فتحول السوق الشعبي بفعل الإهمال إلى مكرهة صحية.
ويبرر التجار هذا التصرف باضطرارهم إلى دفع إيجار في السوق وبأن الزبائن يحجمون عن الدخول إليه، بينما يبرر الزبائن عدم دخولهم بوجود البسطاط في الخارج. سوق الخضار هذا تأسس من حوالي 15 سنة وقعد حوالي سنتين أو ثلاث سنين داخل السوق تبع الخضرة. بعد فترة النساء بخافوا أنه يدخلوا جوا سوق الخضرة لأنه كبير ومعتم، عشان هيك صار تبعون الخضرة صاروا يطلعوا إلى برا. الهنجر عبارة عن هسه حاليا مكره صحية، لا مياه لا كهرباء لا أبواب لا نظافة، بعدين عبارة عنه إيش يعني، خليني أشبه مخمر موز مسكر من الأربع جهات، يعني اللي مارق ما بيعرف انه في خضره جوا، ما بيعرف انه في بيع بسطات جوا. بعدين تقدر تقول انه يعني احنا قاعدين ندفع اجره، والاجره هذه ما في مقابلها خدمات. كشفت شركة الأردن للاستثمار السياحي النقابة عن المرحلة الأولى لتطوير مشروع ميراج السياحي الذي سيقدم تجربة ضيافة أردنية مميزة بكل المعايير. المشروع الواقع في قلب قرية كان زمان السياحية جنوبية عمان تبلغ مساحته حوالي 4000 متر مربع، ويضم 21 مرفقا منوعا ما بين مطاعم ومقاه وأماكن ترفيه وتسوق، ويقدم كل منها تجربة فريدة للزوار على اختلاف فئات العمرية. وتبلغ قدرة مشروع ميراج الاستيعابية ما بين 4,000 إلى 6,000 ضيف خلال العطل الأسبوعية، ومن المقرر أن يفتح أبوابه لاستقبال الزوار في ربيع العام المقبل. ميراج وهذا المشروع الجديد هو إطلالة جديدة لقلعة كان زمان، لكن بمنتج متنوع، منتج يركز على السياحة الداخلية والسياحة العائلية والسياحة المتنوعة، لأن الموقع كموقع فريد والقلعة قديمة وتأخذ الآن حلة جديدة. فمثلا سيقوم أصحاب المشروع بالطلب من مستثمرين لإعادة إحياء مهن مختلفة، مهن تقليدية وفولكلورية إلى الموقع. والله المشروع كثير حلو، تحديدا لما دخلنا هلأ لفينا بجوة رجعت لنا ذكريات كان زمان، وإن شاء الله يقدروا يطوروا المكان اللي يتناسب مع الأجيال الحالية، وبنفس الوقت يحافظوا على الشكل القديم للمكان. من الجولة هاي بعتقد حيكون مشروع ناجح، وبالتوفيق إن شاء الله. فلسطين تتجه إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر طبق مفتول في العالم وأكبر صينية مصنوعة يدويا من القش. الطبق المشهور فلسطينيا استخدم في تجهيزه طن من البرغل و400 دجاجة وكمية من حب الحمص، وشاركت 10 نساء في طبخه بكلفة وصلت إلى 10,000 شيكل، أي حوالي 2000 دينار أردني. هذا الطبق قدم خلال مهرجان استضافته مدينة رام الله، وافتتحه وزير الزراعة وليد عساف، والذي يأتي بغية المحافظة على التراث الفلسطيني من السرقة الإسرائيلية. من جهة ثانية اعتصم ناشطون أمام المهرجان تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، واستنكارا لما أسموه إلهاء الشعب بصدر مفتول وصينية قش. أكبر صينية مفتول وأكبر صدر مفتول وأكبر صينية كش، وهما في فلسطين، في تاريخ فلسطين، وهما يعبران عن ارتباطنا الوثيق والعميق بهذه الأرض، وهما يعبران أيضا عن رفضنا لسرقة تراثنا وحضارتنا التي يحاول الإسرائيليون سرقتها وتسويقها في العالم على أنها منتجات إسرائيلية. هذه منتجات فلسطينية، ليس فقط المفتول وليس فقط صينية الكش والثوب الفلسطيني والمطرزات والأعمال اليدوية والحمص والفلافل كل والكباب وغير ذلك، كل هذه منتجات فلسطينية يحاول الاحتلال تسويقها لأنها تراث إسرائيلي، هذه تراث فلسطيني منذ آلاف السنين. لذلك نأتي اليوم لنعمق ارتباطنا بتراثنا وبتاريخنا، ونأتي اليوم أيضا لنعبر للجمعيات النسوية التي تعمل فيها آلاف النساء اللواتي لا يجدن فرصة عمل في مكان آخر، لنعبر لهؤلاء النسوة ولجمعيات نسوية أننا ملتزمون لهذه الجمعيات، ملتزمون لعمل هؤلاء النسوة لإيجاد مصدر دخل لأسرهم. في ختام النشرة إليكم التذكير بأبرز العناوين.
انتهاء فترة التسجيل للانتخابات غدا دون تمديد، وتوقعات بتحديد موعد الانتخابات هذا الأسبوع. الأردن يحقق الاكتفاء الذاتي في الزيتون وأربع سلع رئيسية أخرى. وعشر وفيات بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية. بهذا نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا للمتابعة، بأمان الله.